لحضراتكم مرة تانية. التوقف الدولي، يمكن هفتكر التوقف الدولي وحصل السؤال ده طبعا لسعيد، هل مدربين الأندية ما بيحبوش أو التوقفات الدولية الكتيرة؟ أنا وأنا كنت بلعب في ألمانيا على سبيل المثال، كان لما بروح منتخب مصر أو في دورة أو بطولة أفريقيا أو بتحس إن في المدربين بيقلقوا شوية، يعني عملية التوقف ديت بالنسبة حتى للاعبين يعني الأفارقة في بيبقى فيها عوائق شوية. السؤال اللي بيطرح، هل التوقف الدولي لما بيرجع بيكون نقمة على بعض الأندية وبيكون نعمة للأندية أخرى؟ على سبيل المثال مثلا لو اتكلمنا على البايرن ميونخ في ألمانيا، قبل التوقف الدولي كان في شكل يعني سيء جدا، بعد التوقف الدولي لا، رجعوا وكسبوا ليفركوزن 4، وبتتكلم على فرقة كبيرة. على الجانب الآخر المان يونايتد عنده أزمة، بنشوف حتى على مستوى ريال مدريد كسب كل المباريات بعد التوقف الدولي، يمكن عمل مباراة سيئة جدا أمام أوساسونا وتعادل 1-1. سعيد، عايز أخد من الكلام ده أقول رأيك إيه في يعني بعض المدربين اللي بيقولوا أو بعض الأقوال اللي بتقول إن التوقف الدوري بيأثر بالسلب خاصة على أول مباراة أو تاني مباراة بعد التوقف على بعض الأندية؟ بالتأكيد يا كابتن هاني، زي ما حضرتك قلت التوقف الدولي بيبقى ليه أثر، ربما يبقى سلبي في بعض الأماكن وإيجابي في أماكن أخرى، لأن في متغيرات بتحصل. الشيء الأهم أنه أولا بيؤثر على الريتم اللي أنت بتبقى ماشي فيه دايما، ريتم المباريات والريتم البدني والحالة المعنوية اللي أنت بتبقى ماشي عليها بتبقى عامل مهم جدا جدا وليها أثر كبير. إذا أنت افتقدت هذا الريتم أو أنت قدرت تحافظ عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين، حالة الإصابات، يعني في بعض الأوقات الناس صحيح. بتروح بتبذل بتلعب ماتشين في أسبوع واحد، وفي ناس خاصة لعيبة أمريكا اللاتينية اللي بيسافروا مسافات طويلة جدا جدا، فده بيبقى شيء مرهق جدا، بيأثر عليهم وبيأثر على قدرتهم على الأداء، فأي غياب بيحدث فارق. أنا كنت منتظر في هذا التوقف الدولي اللي كان خاصة في الدوري الإنجليزي كان فيه مساحة أوسع إنه يكون مؤثر بشكل إيجابي على ليفربول، فكانت المفاجأة بالنسبة لي ان ليفربول عاد بشكل اسوأ. يعني انا توقعت طبعًا. ان ليفربول هيستفيد من هذه الفتره المطوله، وقلت انه محظوظ بوفاه الملكه اليزابيث لما حصل التوقف ونجا من ان هو يلعب مباراتين صعبتين جدا جدا امام برايتون ثم ارسنال، كان المفترض يلعبهم قبل التوقف الدولي، وكان ليفربول في حاله سيئه جدا ومتراجع فنيا وبدنيا وذهنيا ونتائج سلبيه كتير طوال الوقت، فده كان هيبقى ضغط عليه اكبر. عدد ايام كبيره كان قادر ليفربول يرجع بشكل افضل، فكانت المفاجاه بالنسبه لنا ان ليفربول عاد بهذا الشكل. ايضا مانشستر يونايتد كان الحاله المعنويه عاليه جدا، 4 مكاسب متتاليه كسبت فيهم ارسنال وليفربول فريقين كبار، فكنت قادر بنفس الريتم ونفس الحاله المعنويه تؤدي مباراه افضل امام مانشستر سيتي، لكن المفاجاه ان فعليا تاثر سلبا جدا جدا لانه افتقد الريتم اللي كان عليه، افتقد التنظيم اللي كان عليه، رجع بشكل اقل، فمانشستر سيتي تاثر سلبا. ليفربول ما قدرش يصلح حاجه. بتفرق شويه سعيد على يعني بنشوف فرق تانية ما تاثرتش، يعني المان سيتي ماشي بشكل كويس، بنتكلم على الارسنال ماشي بشكل كويس قوي. على الجانب الاخر في الدوري الاسباني بتلاقي برشلونه كان وارد جدا يتاثر سلبا بسبب الاصابات الكتير، يعني شوف كم الغيابات في التوقف الدولي، ديونج وكوندي اكتر من لاعب مهم جدا في تشكيله تشافي، واثرت على اداء يعني برشلونه فاز بشق الانفس وبعدد فرص يمكن واحده من اسوأ مباريات برشلونه هذا الموسم، لكنه قدر يفوز في النهايه وقدر يتخطى مباراه صعبه ومرحله صعبه المهم فيها الفوز. يمكن لحد الدقيقه الاخيره كان معرض انه يستقبل وكان في خطر وكان الفريق مش في افضل حالاته، فبالتالي واضح جدا اثر التوقف الدولي، واضح ان فعلا في ناس تضررت منه وفي ناس قدرت تحافظ على نفس الريتم زي ما حضرتك قلت خاصه مانشستر سيتي وارسنال.